بنجدد تحياتنا لكم أصدقائي وين ما كنتوا متابعينا عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. كل التحيات للأصدقاء مواكبين هذا البرنامج بإطار سعي المعنيين والمسؤولين لحل حالة كثير من القضايا والشكاوى يلي ممكن تواجهنا بحياتنا العملية. ببداية اللقاء رح نكون مع تحقيق خاص عن مركز أو مكتب الضمان الاجتماعي ببدارو عن أسباب تراكم المعاملات. بعده بنكون باتصال مع رئيس المكتب الأستاذ روبير عطالله. بداية بنكون مع ريبورتاج. جاي بنتي عندها ضمان صار لي أكثر من ساعة ونص لف على باركينج هون مشاكل الباركينج بالضغط عليهم فوق كتير يعني لو بيوسعوا المحل أو بيزيدوا عدد الموظفين شوي بعدين بيسكروا بكير يمكن 12 أو واحدة ببطلوا ياخدوا معاملات يعني بيروح النهار على الفاضي يعني النهار اللي بيجي الواحد ليستفيد شوي من الضمان بيخسر نهاره والمحل كمان الموقع والموظفين عددهم قليل شوي ناطرين كل واحد دوره في نقص بالموظفين بس هذا هو بس حرام في 2-3 عم يشتغلوا فوق يعني أكتر من قدرتهم لازم يتعزز ولازم يحطوا موظفين بعد أكتر للمواطن دغري يتسرع بمعاملاته مش إنه متكلين على 3 موظفين وحرام من بكرة لعشية حرام الموظف موظف شاك بس العالم خليها تروق يا أخي عجقة كثير عجقة إذا في 100 زلمة كيف بيخلصوا؟ وفي 20 موظف يا أخي لازم يوزعوا هالعالم مش كلهم بفرد مركز أنا جاي من الأشرفية ليش ما بيعملوا واحد بالأشرفية خي؟ في واحد ليه ما بيستقبلني؟ مفروض يا يكبروه يا يزيدوا الموظفين لا حتى يلحقوا على المواطنين شوي صغيرة كمان يقدروا وضعهم في ناس عم تنطر طبيعي يعني اللي جاي مشوار بعيد بده ينطر عم نضطر يعني ما في موظف واحد او 2-3 بدهم 200-300 شخص يعني كتر خيره عم بيضايقون يعني قد ما في كثافه وفي عالم كتير ايه في عجقه يعني يمكن زياده موظفين بده الله اعلم كيف زياده موظفين بيمشي الحال خلاص تعود اللبناني على هالشيء هذا ينطر بالصوف وينطر بالعرض هذه ايامنا يعني بدنا نقضيها كم يوم لنا بنودع نحن الله يعين الشباب الله يعين الشباب اللي جاي هلا نحن بالمدرسه عندنا مضمون عندنا مندوب ضمان بس المشكله انه الهيئه التعليميه عندنا ما بتقبض المتطلبات اللي بدها تاخذها يعني ايش اللي بدها تاخذها الا بعد 5-6 سنين من الضمان ومش عم نعرف ليه وعطول بيكون في تاخير بالمعاملات يلي عم تنعمل هلا عم نراجع وعم نسأل بيقولوا انه الاداره بتتغير بيقولوا انه بدهم موظفين اكثر الدوله مش عم تعطيهم موظفين العجقه العالم فوق بعض الاشياء ما في نظام ما في شيء مفروض يجي حدا ينظم ويشوف شو فيه لانه هذا الحكي هيك ما بيصير بس عذاب للانسان اوقات بتكون مقطوعه الكهرباء هالزلمه اللي طالع ختيار عمره 60-70-80 سنة بده يطلع على الدرج وعلى الوين على الرابع اذا ما كان بالرابع بالخامس اذا مش بالخامس بالسادس يعني هيدي مشكله لازم الاولى حل ما بصير هيك هلا في بعض المعاملات بتاخذ مشاكل كثير مشاكل الوقت اوقات رده فعل الموظف تجاه المواطن بتكون شوي اجريسيف بسبب الضغط اللي عليه لانه ما في بتصور اكيب عمل كامله بيكون في ضغط على شخص او 2 واكيد ما بيلحقوا بتعرف بيروت منطقه كبيره ومركز بدارو كبير ومستوعب كثير عالم إذا بدك تاخذ موافقة بدك تنطر كتير إذا بدك تاخذ بدل أدوية بدك تنطر بدك تقضي نهار يعني هيدي ما بعرف شو بتعوز بدها مكننة بدها ستاف أكبر بدها هلا اليوم ساعة بتجيت لمعاملة كتير بسيطة أخذت 10 دقائق لأنه بقلب مكتب مش بقلب كونتوارات يعني ولا شيء بس الضمان بده تشتشوت بده ستاف بوقت البلاد برا بموجب كارت وحدة على الأورديناتور أنت على الكمبيوتر اسمك بيتعمم وهن بيعملوا لك كل المعاملات بقى بنتمنى يكون نحن امتداد لهالدول الراقية ونخلص بقى يعني صرنا بالقرن اللي حصير بـ23 يعني
رح نتابع معكم مشاكل وحلول تنعرف شو هو الرد على هذه الأسئلة مع إنسان دايما كنا نتعامل معه من خلال التليفون وكنا نلاحظ مدى اهتمامه ونشاطه. تنكون منطقيين منقول أنه نحن ما عم نبخر بهذه الأطلالة، ولكن تنوصف الموضوع ونعطيه حقه. اسمحوا لي سوا نقول له لأستاذ روبير عطالله يعطيك العافية. قبل ما نعرف عنه، هو رئيس مكتب الضمان الاجتماعي ببدارو. أستاذ روبير أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ مولا يعني ولجميع المستمعين. نعم. ولفريق العمل. خليني إياك، ولكن بداية من خلال كنا نحن عم نسمع ونلاحظ في شكوى اثنين ثلاثة، يعني محورهم هو بالإيد ولا بعيد ولا بده قرار، ولا هذه الشكاوى كلها خارج نطاقكم أنتم كإدارة بحاجة لقرار من الوزارة أو مجلس الوزراء أكثر؟ أستاذ نقول بداية بس لنعطي الأمور بس هيك وصف صغير. تفضل. مكتب بدارو يعتبر من مكاتب الصندوق الكبير، يعني ثاني مكتب تقريبا بلبنان. نعم. يعني مكتب بدارو بيطبع له 60,000 مضمون بالإضافة لأفراد عائلاتهم. مشان هيك موظفينه قليل يعني؟ لا لا، اكيد انه بده مكتب بدارو بحاجه لعدد موظفين. نعم. اكثر بكثير من اللي موجود ليلبوا حاجات المضمونين اليوميه. نعم. نحن في عندنا نقص بعدد المستخدمين بالصندوق الوطني بشكل عام، منه بس بمكتب بدارو، هذا شيء صار معروف، يمكن الاعلام تناول الموضوع اكثر من مره. ببدارو قديش عندكم نقص استاذ؟ ببدارو يعني نحن تم تزويد المكتب هلا ب1/1/2016 بخمس مستخدمين جداد، بس نحن بعد مينيمو نحن بعد بحاجه لعشر مستخدمين لنبلش نواكب الاعمال بشكل يومي دقيق. نعم. يعني عندنا نقص، اكيد عندنا نقص، بس كمان ما فينا نقول بس بدارو اللي عنده نقص، لانه كل مكاتب الضمان بتعاني من نقص. طيب. قصه النقص بعدد المستخدمين صارت قصه طويله عريضه، وحضرتك يمكن واكبتها كثير بالاعلام، يعني لها علاقه بمباريات مجلس الخدمه المدنيه وقرار التوظيف اللي صار له فتره بيعاني من مشاكل عبر الدوله. صحيح. لانه نحن الضمان تحول التوظيف فيه لمجلس الخدمه المدنيه. نعم. وبتعرف حضرتك الاجراءات مجلس الخدمه المدنيه. مزبوط. والمشاكل اللي بتمرق بقرار مجلس الوزراء ليروح على مجلس الخدمه المدنيه، صارت القصه يعني بدنا محصوره بايد اداره الضمان بس حصرا. طيب استاذ روبير اذا بتسمح لي، يعني هلا في شكاوى خارج نطاق التوظيف. صحيح. عم نحكي يعني عن مركز بالطابق الخامس. صحيح. السادس السابع ما بعرف اي طابق، يعني اليوم عم بيكون في كبار سن عندهم المعاملات. صحيح. يعني قد تكون الكهرباء غير متوفره، مقطوعه، كل هذه المواضيع. يعني بنقول انه مثل ما كنا عم نتابع بالناس، موظفين ما في، عم بفلوا بكير. طبعا نحن بنقدر يعني هذا الشهر الفضيل، ولكن المرحله تسبق ورح نرجع نحكي فيها بعد هذا الشهر الفضيل، لأنه دائما عم بيكون في دوامات بتكون غير كافية لإتمام المعاملات، يمكن لأنه الموظفين قليل. أنا صراحة سمعت الشكاوى اللي مرقوا مع حضرتك بالريبورتاج. نعم. وحقيقة بحترم آراء المضمونين والمواطنين، لأنه كانت موضوعية جدا يعني. وحطوا الأمور بنصابها الحقيقي اللي هو ضغط على الموظف. ضغط. يعني باستثناء شكوى أو شكوتين لهم علاقة بقصة الكهرباء، اللي بتعرف. نعم. الكهرباء نحن بلبنان يعني ما معروف نحن، بس مكتب بدارو بيوقع ضمن محافظة بيروت الإدارية. يعني قليل ما تروح في تنقطع فيها الكهرباء. اي طابق انتم؟ نحن الضمان بيشغل الطابق الرابع والخامس والسادس من المبنى اللي نحن موجودين فيه ببدارو. نعم. وهذا شيء يمكن غلط بالنسبه لمكتب ضمان، لانه لازم يكون. نعم. مكاتب الضمان على الطوابق السفلى احتراما للناس الكبار بالسن. نعم. بس انه هذا الواقع اللي احنا موجودين فيه هلا، عم نضطر نتعامل معه مثل ما هو. قصه الاسانسير او انقطاع الكهرباء بالنتيجه كمان بتطال المستخدم مثل ما بتطال المضمون. مزبوط. لانه احنا لما بنيجي على شغلنا وما في كهرباء، عم نضطر نحن حتى الموظفين كبار السن يطلعوا ماشي على الدرجه يوصلوا على شغلهم. نعم. يعني هذا موضوع حقيقه مش بايدنا نحن بشكل حصري وخاص لنقدر نعالجه. يعني موضوع له علاقه بالكهرباء وله علاقه بالموتورات اللي موجوده بالمنطقه. قصه الباركينج كمان اللي سمعتها من الشكاوى من المضمونين، يعني بتعرف حضرتك شارع بدارو اليوم صار شارع مزدحم ورجع شارع حيوي. نعم. صار في قهاوي ومطاعم. نعم. رجعت العجقه في ايام زمان، يعني ان شاء الله بيعمر كل لبنان، بس انه اكيد مكتب ضمان بقلب شارع مثل بدارو كمان بشكل عقبه قدام مواقف السيارات. طب اذا نحن نحكي باستاذ نقول بالشيء اللي له علاقه فينا بداخل المكتب. اللي. داخل المكتب اكيد نحن ما بننكر وجود عجقه. نحن مثل ما قلت لك نحن عندنا 60,000 مضمون، انا بدي افترض انه 1% بس من هال 60,000 اجوا لعنا حضروا بشكل يومي على المكتب لحاجاتهم. يعني. احيانا استاذ نقول الضغط بالمكاتب بيكون شيء حيوي للمكتب، لانه معناتها المكتب عم بيقدم خدمات. نعم. يعني انا لما بعمل 250 تشيك يومي او 300 تشيك يوميا للمضمون يستفيدوا من تقديماتهم الصحيه، يعني هذا معناته انه المكتب عم يشتغل. يعني واضح. مش انه عم نعمل 50 تشيك، يعني عندي 300 شخص عم يقبضوا بس تقديماتهم الصحيه. واضح. واضح. بالاضافه الى انه مكتب بدارو مكتب اقليمي، يعني بيندفع فيه بيتعالج فيه جداول الاشتراكات والتعويضات العائليه لمكتب الاشرفيه.
يعني كمان هذا بشكل ضغط زياده على مكتب بداره. طيب بس هذا ما بيمنع الاولى استاذ روبير، يعني هلا احكي لي اللي بدك اياه، بس قبل ما انسى، يعني كانت المسار كنا عم نشوفها بالريبورتاج يعني اشارت لانه يعني مطالب الهيئات التعليميه او افراد التعليم عم بتروح 5-6 سنين لحتى يقبضوا، عم تقول مش عارفين ليش. لا اذا ممكن تجاوبني صح وتوضح صحيح لي هون. صحيح استاذ، نقول لا شك انه في تراكم معاملات بمكتب بدار كله له مردود، النقص بعدد المستخدمين اللي كان موجود. نعم. واستفحل بفتره من الفترات بالسابق. نعم. كان يعني هلا لاحقا تم تزويدنا بخمسه من خمس مستخدمين ب1/1/2016 وقبلها بثلاث مستخدمين. نعم. اكيد وصل المركز يعني لنسبه اشغال 20% من عدد مستخدمينه كانوا بس موجودين بالمكتب، كان في ناس راحوا بلوغ سن، ناس استقالوا، ناس توفوا. خلينا باليوم قد ايه المعاملات عم تاخذ وقت اذا ممكن؟ حاليا نحن بنعطي موعد للي بيقدم دواء بشكل افرادي عم نعطيه موعد شهر، وهذا يعتبر من احسن المواعيد الموجوده اليوم بمكاتب الضمان. طب واللي عم يقدر مضمون يقدم دواء عم بيستفيد بعد شهر. الحالات المزمنه والامراض المستعصيه هيدي تعالج فورا وبيقبضها المضمون فورا بناء لمذكره حضره المدير العام اللي محددين الامراض اللي ما بتتقبل ولا بتتحمل المضمون انه ناجل له اياها شهر، هيدي بيستفيد منها دغري يعني بالنهار ذاته بيقبضهم. استاذ روبير اللي اشارت لانه المسار ما جاوبتني، ليش 5-6 سنين وعم بتقول هودي استاذ نقولها، هودي معاملات المؤسسات الكبرى اللي بتقدم عمر مندوب، هودي مظبوط، هودي موجودين وفي تراكم، في تراكم لبعض المؤسسات هيك، هودي اللي بتقدم عمر مندوب مؤسسي كان يقدم ادويه بفتره من 2010 او 2009 وطلوع. أوكي. عينا مكتب بداره من نقص كبير بعدد المستخدمين، ومكتب بداره عليه ضغط كبير، كان في استحاله بانجاز هالمعاملات، هيدي تراكمت المعاملات مظبوط 3 أو 4 سنين أو 5 سنين حتى بعدها متراكمه لليوم؟ حاليا عم ينشغل عليهم، عم ينشغل عليهم باكثر من قرار، يعني في قرار من حدث المدير العام بانه صرنا حتى اذا عندنا نحن ضغط عم نبعت على غير مكاتب اللي هن اقل ضغط من عنا نحن بتراكم المعاملات، عم يشتغلوا لنا اياهم ويرجعوا لنا اياهم، ونحن عنا بالمكتب هلا كمان حاليا عم يتحسن الوضع، ويمكن بلشوا المضمونين يلاحظوا انه صار في تحسن ان كان بالمضمون الافرادي او بالمضمون اللي شغل عنده مندوب لمؤسسته. يعني انا استاذ روبير عطلة، اولا حضرتك انت كرئيس مكتب الضمان الاجتماعي بداره بدي هنيك يعني على هذه الديناميه اللي عندك وعلى هالروح وهالابتسامه، ويا ريت هذه الابتسامه بتتعمم على كل الموظفين والعاملين. يعني استاذ نقولة هذه القله يمكن احيانا بتخليهم يكونوا عصبيين شوي. استاذ نقولة يعني احنا وجع المضمون هو وجعنا، ما المضمونين هن اهلنا، يعني انا اهلي ممكن يكونوا من الناس المضمونين الموجودين بالمكتب، يعني انا بتفهم شكاويهم، بتفهم كمان ما نحن بنعاني معهم لما بيكون في ضغط وفي عجقه وفي انقطاع بالكهرباء وفي شوب ما بيكون في مكيفات، يعني بكل موظف عم بيعاني معهم، وبنقول لهم نحن وياكم بذات المركب، وجودنا نحن كمان هو لخدمه المضمونين، وله علاقه يعني اساسا من المضمون من وجهه الضمان. ما عندكم اشتراك موتور استاذ روبير؟ يعني عندنا اشتراك موتور ما بيغطي الاسانسير، عندنا اشتراك موتور استاذ نقول ليكفي العمل داخل المكتب، بس حقيقه ما بيغطي الاسانسير حتى يكون ان شاء الله. انا وياك نلتقي خي روبير بلقاء قريب جدا، بتمنى هذه المره أكيد يكون لقاء أكيد مباشر بالاستديو. اكيد استاذ، وان شاء الله يكون معنا كمان المدير العام لحتى نضوي على هذه القضيه. ويعطيك الف عافيه لك ولفريق العمل، وبنتمنى تكون الامور توضحت شوي عندنا ونتفهم حاجه الناس وشكاويهم. هيدا واجب يا سيدي، شكرا لك وأهلا وسهلا. الله يخليك استاذ نقولة، شكرا. طبعا من موضوع الضمان الاجتماعي وشكرنا لاستاذ روبير عطله رئيس المكتب، بدنا نتابع مشاكل وحلول مع تحية من وجهها لمعالي وزير العمل سجعان أزي، أيضا لسعادة المدير العام دكتور كركي، ولكل العاملين بالضمان ورئيس مجلس الإدارة ولكل الأعضاء يلي بهمهم أنه يكونوا حد كل الناس لحتى يخففوا لهم من أوجاعهم، مشكورين جميعا. ولكن موضوع قد يكون مواكبنا كل أيام مشاكل وحلول، وقت اللي بدنا نحكي نحن عن القطاع الزراعي. طبعا بكل الأمور منقول ويصح المثل بكل عرس هذا القطاع في له عرس من خلال واقع المعاناة بكل فصول أيام السنة. ضيفنا اليوم رح نسعى نوضح معه بعض الأمور يلي من خلال بيان أصدره أشار لواحد اثنين ثلاثة بتركوا يحكي عنهم لحتى نقدر ننقل هذه الموضوعية بكل صراحة عبر مشاكل وحلول. رئيس نقابة مزارعي التفاح والأشجار المثمرة في لبنان فؤاد نصر، أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا بكم. أنا بدي رحب فيك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. خليني استاذي الكريم، يعني اليوم وقت اللي بنقول نحن استمرار منع دخول المنتوجات الزراعيه، البعض كان مؤيد، البعض كان معارض، البعض كان عم بيقول انه هذا القرار هو قرار منقوص
والبعض بيقول مفترض كانت تكون غير إلية. اليوم الكل يشيد بدور معالي وزير الزراعة، من خلال نقابتك شو حبيت تسجل ببيانك اللي أصدرته تتوضح 1 2 3؟ استاذ الأولى، قبل ما نفوت بالقرار تبع الوزير، نعم، بحب وجه سؤال لكل المواطنين اللبنانيين. لمصلحة من؟ نعم، تبقى الحدود وكافة المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا سائبة لإدخال المنتجات السورية إلى الأسواق اللبنانية، واللي عم تسبب كساد بالمنتجات اللبنانية وبتلحق الخسائر الفارحة بالمزارعين نتيجة عدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم. نعم، من المسؤول عن هذا الوضع المتردي في الزراعة اللبنانية والمعاناة التي تواجه المزارعين اللبنانيين؟ لمين بتحمل المسؤولية استاذ فؤاد انت هون؟ هل الحكومة مسؤولة؟ أليست الحكومة مسؤولة؟ نعم، بكامل أعضائها وبكامل انتماءاتها السياسية والمذهبية. وإذا كانت الحكومة منقسمة على نفسها، نعم، ولم تستطيع أن تأخذ قرارا حول هذا الموضوع، ألا يحق لوزير الزراعة اتخاذ قرار بحماية الإنتاج الوطني وحماية مصالح المزارعين اللبنانيين، مع علما أن هذا القرار لنا ملاحظات عليه؟ أهم القرار نعتبره نحن كهيئات نقابية في لبنان أنه قرار ارتجالي، لأنه لم بيزعلنك الوزير، لأن معالي الوزير كيف قرار ارتجالي؟ لا، راح أطرح السبب. إيه اللي شو الأسباب؟ نعم، كان على وزير الزراعة أن يستشير الهيئات النقابية، نعم، حول هذا الموضوع قبل اتخاذ هذا القرار، لأن نحن لنا رأي قد يصوب هذا القرار ويزيده تفعيلا وتأييدا من كافة اللبنانيين. تفضل قول شو هو، يعني شو عنوانه؟ نحن كنا طرحنا على الوزير فور صدور هذا القرار، نعم، انه هذا القرار بحاجة الى تعديل يا معالي الوزير. اولا قبل اتخاذ هذا القرار يجب وضع رزنامة زراعية ودعوة السوريين للبنان للاطلاع على بنود هذه الاتفاقية، هذه الرزنامة الزراعية، والتوقيع عليها. مين بدك يدعي مين على لبنان؟ والسوريون مستعدون للدخول للمجيء الى لبنان والتوقيع على مثل هذه الرزنامة. مين اللي قال لك؟ يعني انت هلا صرنا عم نحكي بالسياسي، ما اليوم في نحن صرنا عم نحكي بالسياسي اليوم. لا، انت بدك تدعي السوريين والمسؤولين المسؤولين بوزارة الزراعة، نحن عم بالسوريين المعنيين بالزراعة السورية. شو المعطيات؟ شو بأكد لك انه بيجوا؟ لانه صار في حكي مع مين؟ مع وزارة الزراعة السورية، وعندهم الاستعداد هني انه، نعم، يعملوا انه يكون في رزنامة بيننا وبينهم لتنظيم عملية التبادل التجاري والمنتوجات بيننا وبين. يعني اليوم حضرتك انت ما بقى عم تحكي كنقيب مزارعي التفاح والاشجار المثمره، عم تحكي بشكل عام. يعني صح، انت يعني هذه الاستراتيجيه اللي انت قلت انه الوزير اخذها ارتجاليا، ولكن الكل بيعرف انه اليوم وزير الزراعه محاط بمستشارين، وهو ادرى بالمشاكل وبالامور وراء وامام الكواليس وكيف تؤخذ القرارات. هلا الملاحظات اللي عندكم، يعني سهل كثير نقول فتحنا تليفون طلبنا من المسؤولين يجوا، هل تتوفر الضمانات السياسيه لاتمام ما يتفق عليه بالوزارات؟ استاذنا الاولى، هناك اتفاقيه سابقه بين لبنان وسوريا، نعم، معقوده من على زمان الوصايه السوريه، نعم، وهذه الاتفاقيه كانت مشحفه بحق لبنان وقت انعقدت. شو كانت؟ ظروف معينه، اعطينا فكره عنها للي ما بيعرف. الاتفاقيه اللبنانيه السوريه هي تجيز للانتاج السوري واللبناني بالدخول والخروج من لبنان والى لبنان. غير اتفاقيه التيسير العربيه؟ لا، غير اتفاقيه، هذه اتفاقيه ثنائيه بين، نعم، لبنان وسوريا. ايه، وافقت عليها وزاره الزراعه بالوقت الوصايه، وقت اللي كان في، نعم، وصايه عن، نعم، سوريا. ونحن كنا معترضين كهيئات نقابية على هذه الاتفاقية لأنها جاءت مجحفة وليست بمحلها وليست بوقتها، نعم، يعني كانت بهذاك الوقت، لأنه لا يمكن أن نسمح للإنتاج الزراعي السوري أن يدخل إلى لبنان مع رفع الرسوم الجمركية عنه حسب ما جاء بالاتفاقية، علما أنه ما في يعني تكافؤ بكلفة الإنتاج بيننا وبينهم، باعتبار الزراعة مدعومة بسوريا أكثر من عندنا. يعني أكيد، لأنه بسوريا مدعومة الزراعة وتقدم كثير من الخدمات للمزارعين السوريين، بينما بلبنان
ما حدا عم يهتم بالقطاع الزراعي اصلا اهتمام جدي، والاهتمامات الفرديه واللي هي عم تطور شوي زراعه هي اهتمامات فرديه وامكانيات ذاتيه، مع تقديرنا لكل الحكومات اللي اجت واللي كنا عم نطلبها نحن بضروره دعم القطاع الزراعي وضروره وضع سياسه زراعيه واضحه بلبنان ووضع خطه طيب للانماء في أوكي. لبنان ولحد هلق ما وضعت هاي الخطه. استاذ فؤاد، يعني انت هلا عم تحكي وانا بدي اسالك سؤال بلسان المواطن، ويمكن انت انا عارف شو راح تجاوبني سلف. وقت اللي بدنا نقول بدنا ندعم هذا القطاع، اذا انت بدك تروح على سوبر ماركت او اي محل حتى تشتري اليوم عم تدفع انت حق كيلو الكرز، الكرز يعني 7000 ليره، حق كيلو المشمش 5000 ليره، حق كيلو العنب 5000، حق كيلو الدراق 5000. يعني وقت اللي بنشوف انه هذه الاسعار مرتفعه بنقول شو بدهم يندعموا هالجماعه؟ هلا بتقلي الحق على التاجر مش على المزارع، طب نحن هون هيدي مش شغلتنا، بهمنا نحن ناكل عنب، يعني ما لنا علاقه بالناطور وكل ما يجري وراء الكواليس. اليوم انتم كنقابه شو هو مشروع الحل اللي عندكم امام هذا الواقع؟ استاذ الاولى بدي اقول بدي اوضح شغله. وضح. صحيح انه نحن المزارع اللبناني عم ببيع انتاجه باقل اسعار، والمستفيد الوحيد هو التاجر اللبناني اللي هو عمال بياخذ تعب المزارع اللبناني على المزارعين وبيبيعوا للاسواق المحليه باسعار مرتفعه باسعار مرتفعه من الى حتى يوصل للمستهلك بالاسعار اللي عمال تحكي عنها. خلص الكراز وبعدنا عم ندفع 7000 و6000 حق بس الكيلو. بدي انا القي شغله، هناك مسؤوليه وطنيه على المحافظه على الزراعه اللبنانيه وعلى المنتجين اللبنانيين. نعم. مسؤوليه من على من تقع هذه المسؤوليه؟ على المزارع، على التاجر، ام على الحكومه؟ مش أم على الحكومه. طب تفوت على نقابتك بالتفاح، على مين بنوضع الحق؟ نحن بعدنا لليوم نحن عم ندفع بالمفرق 4-5000 حق كيلو التفاح. هذا مش المزارع بيقول لك الاجنبي 6000 ليره معلقين لا يبيع هذه الاسعار. يا ريت المزارع بيبيع مش ب 4000، لو المزارع بيبيع ب 1005 وب 2000 ليره كان باللوج. بعد في تفاح لليوم بالبرادات، بعد في تفاح لليوم بالبرادات مكدسه للتجار مش للمزارعين. وهلا بنص اب بنبلش قطف التفاح، مش مزبوط؟ صحيح. شو رح نعمل نحن؟ مشكله بعد ما خلصنا؟ نحن اكيد رح نواجه مشكله، وبالخص انه استاذ الاولى ما ننسى انه اليوم الاحداث الامنيه بالوطن العربي اقفلت علينا ابواب التصدير نحن، وبالخص غير سوريا عم نحكي نحن، وبالخص عبر الأراضي السورية اللي كنا نصدر من خلالها شاحنات النقل الخارجي إلى الأسواق العربية. هلأ بسبب الأوضاع الأمنية هذا القصة تعطلت، ونجبر وزير الزراعة وهو مشكور ونحن بنشكره أنه أمن يعني النقل البحري للأسواق العربية ودعم كل كاميون. هو الضمان اليوم؟ نعم. النقل العربي هو الضمانة؟ النقل العربي مش هو الضمانة، النقل البحري هو الضمانة هلأ الوحيد لأنه ما في غيره. والبحث، وعلى وزارة الزراعة أن تؤمن أسواق خارجية غير الدول العربية، لأنه كمان هلا ما ننسى أنه الأسواق العربية شوي فيها قلق، يعني فيها صعوبة الوصول إلى، يعني وما بنعرف هلا شو بيصير بالأسواق العربية ونحن على أبواب مواسم جديدة للإنتاج الزراعي، يعني وين بدنا نصدر نحن منتجاتنا؟ أي مواسم؟ عن شو عم نحكي؟ مواسم جديدة يعني أي مواسم عم نحكي نقيب؟ نحن موسم التفاح، في موسم التفاح ونجاص والدراء. قديش عندنا نحن تفاح السنه؟ هلا استاذ الاولى الموسم خير؟ شرحت الدراء بتقلي انت انه بناخذه ب 4000 كيلو الكرز وب 7000 بيقولوا لك دراء نبع الصفا. هلا كله صار دراء بكفيه على فكره، يعني المزارع اللبناني يبيع صندوق شرحه الدراء 5 كيلو ب 750 ليره وثلاث ارباع الانتاج عم يرجع له بكبوه بالسوق وعم بيقولوا له مش عم ينباع. يا استاذ الاولى معقول؟ هذا الواقع، هذا الواقع. يعني نحن اذا في طب اليوم بالتفاح انا خلي مندوب من التلفزيون لبنان يبرم على الاسواق الخضار وشوف انه كيف البضاعه مكدسه للمزارعين. طيب. ومش عمل تنباع بالامانه يعني؟ طبعا عمل بيحطوها لحتى يبيعوها ويقبضوا حقها. طب سيدي اليوم بيجي التاجر هو بياخذها. طيب. بالبلاش. انا معك اليوم اذا بدنا نجي نسال قديش عندنا انتاج تفاح السنه؟ كيف يعني الموسم مبشر بالخير؟ عندنا كمية إنتاج؟ نحن عندنا هلا كمية، بس يمكن مش الكمية اللي كانت تعطي بالسنوات المقبلة. شو السبب؟ ويمكن بتخفف. شو السبب؟ لأنه يعني بالنسبة لعوامل الطقس، بالنسبة لل يعني كل سنة مثلا سنة بيحمل سنة ما بيحمل التفاح، يعني حسب يعني المعاملة. بس نحن أستاذ الأولى في شغلة إنه نحن التفاح اللبناني لا يستهلك داخل لبنان، كمية الإنتاج لا تستهلك داخل لبنان، تستهلك قسم منها كبير بالاسواق العربيه. نعم. طيب هلا لما الاسواق العربيه مقفله امامنا نحن وين بدنا نصدر منتجاتنا؟
هناك أزمة حقيقية يجب على وزارة الزراعة أن تعالج هذا الموضوع. طب اليوم نحن بس نقول في عنا تفاح لبناني وتفاحنا مشهود لإله، وين ما تكون بالدول العربية وبسفراتك بتشوف أنه التفاح اللبناني دايما موقعه معزز، ليش نحن سامحين ولو أنه رفعنا الجمارك أو رفعنا يعني الضريبة على استيراد التفاح الأجنبي، ليش نحن بدنا نسمح لحتى يفوت تفاح أجنبي وعندنا تفاح موجود ببرداتنا؟ هذا اللي نحن عمل من عانى منه، نعم. انه نحن مع وزير الزراعه، ما سالتوه لمعالي الوزير، نحن مع وزير الزراعه بمنع، هذا القرار لازم ياخذه من زمان، نعم. بس نحن عم نقول انه بده تعديل، اولا ضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر الشرعيه وغير الشرعيه، نعم. وهي مسؤوليه قوى الامن الداخلي والحكومه اللبنانيه مجتمعه، نعم. الثاني شغله بده تفعيل مراكز الحجر الصحي، استاذ نقول في شغله كثير يعني خطيره بلبنان، نعم. عم بتصير وما عم ننتبه لها، تفعيل مراكز الحجر الصحي على الحدود لحتى لنتأكد من السلامة الغذائية للمنتجات اللي عم تدخل على لبنان. إذا عنا كميات نحن كبيرة ممكن إنه نقدر نستلحق الوقت، ولا ممكن نتسبب بضرر يعني لحتى تطلع النتائج بالحجر؟ لا استنوا، نحن عم نقول إنه نحن ليش عم نقترح على معالي وزير الزراعة يوضع برنامج زراعية حتى ما يفوت تفاح بوقت التفاح، ما يفوت كرز بموسم الكرز، حتى ننظم عملية تبادل الإنتاجات. هلا عم بفوت شيء من سوريا اليوم؟ طبعا عم بفوت إنتاج عبر المعابر بالرغم من قرار معالي الوزير، عم بفوت شيء؟ عم بفوت طبعا. كيف؟ والوزير نحن حكينا معه، عم نقول له إنه يا معالي الوزير هذا القرار بده يتعدل، لأنه نحن كثير ممنونينك إنك أخذت القرار، بس هذا القرار بده يتعدل لأنه نحن ما فينا نقطع العلاقات نهائيا بينه وبين شو سوريا. شو بدك يتعدل فيه؟ شو هي الفقرة؟ لأنه نحن بدنا نصدر بعد شوي الموز، بدنا نصدر يعني البطاطا، بدنا نصدر شيء، المفروض إنه يكون في شوية تنسيق بين يعني بيننا وبينهم يعني، ومن هون نحن عم نطرح رزنامة زراعية لتنظيم عملية التبادل التجاري. إذن التعديل المقصود هو إدخال رزنامة زراعية على قرار معالي وزير الزراعة بالضبط مع القرار، نعم. يعمل رزنامة زراعية مع ضبط الحدود من مع جانب تفعيل واحد ولا من الجانبين؟ مع تفعيل مراكز الحجر الصحي، لأنه هناك أمراض عمال تنتشر بالمناطق اللبنانية نتيجة تلوث المنتجات السورية بالمواد السامة اللي هي عم تسببها الحرب الدائرة على الأراضي السورية اليوم نتيجة إلقاء القنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة، وهيدا عمال بتعمل المواد السامة عم تنقلها للمواطن اللبناني والمواطن اللبناني سبق وتعرضنا لنفس اللي تعرضوا له الأشقاء بسوريا، يعني كمان كان عندنا هذه المخاطر، كنا واعيين لها نحن الأخوان السوريين طبعا، هن أكيد ما هن الأخوان السوريين عم يعانوا يمكن مثل أو أكثر. نحن بلبنان تعرضنا، نحن بلبنان سنوات ماضية تعرضنا للي تعرضوا له الأخوة والأشقاء السوريين اليوم، كنا نحن واعيين لهذه المحاذير. كان في عملية رزنامة كانت موضوع أساس أولى، رزنامة زراعية بيننا وبين السوريين، نعم. وكلنا متفقين عليها، نعم. يعني يقول الطرفين موافقين عليها. هلأ من بعد الاتفاقية الثنائية اللي حكينا عنها هلأ ألغيت الرزنامة وعطلت لفترة زمنية بعيدة من 5 سنين ولحد هلا. طب نقيب اليوم يعني من خلال يعني الكلام عن التفاح اللبناني، وهي يعني تعتبر دورة اقتصادية مهمة، الزيت والزيتون والتفاح وكثير من الأشجار، قديش مهم نقول اليوم أنت كنقيب يعني في عندك اقتراح خطة لفتح أسواق جديدة لتكليف إيدال أو الوزارة أو أي جهة قادرة عم تسمعنا؟ لأنه السنة الماضية كنا عم نقول أنه بغرفة التجارة والصناعة ببيروت كانوا عم يحكوا عن شغلة كتير مهمة، وهي نفتح باب على روسيا، صح؟ وكمان صح. ما مشي الحال يعني، وحكينا عنها بحماس. شو اللي بيمنع أستاذ الأولى؟ بدل ما الاخوان السوريين هلا عمال بيساعدوا روسيا وعم بيساعدوا ايران وعم بيساعدوا، ليش ما بيفتحوا اسواق سوريا بدل ما يجيبوا انتاجهم لعنا؟ ليش ما الدول اللي هلا عمال تدعم النظام السوري ما بتامن تصريف منتجات سوريا الى الاسواق الخارجيه، نعم. لروسيا ولا ايران ولا غير هذه الدول اللي هي عمال تتعاون مع النظام السوري؟ ليش نحن بدنا نتحمل اعباء الانتاج السوري وانتاجنا نحن بلبنان مش قادرين نبيعه ومش قادرين نفتح له الاسواق الخارجيه له؟ طب هلا نحن اذا بنص بدنا نقطف التفاح جديد، إذا هلأ بمنتصف شهر آب التفاح القديم الموجود بالبرادات في كميات هذا للتلف، شو للتلف أستاذ الأولى؟ هلأ من اليوم وطالع ما عادت البرادات هلأ تستقبل التفاح، وملزمين المزارعين يشيلوا أنه يشيلوه ويكبوه إذا ما نبيع معهم، لأنه
والمشكله مثل ما انت عم بتقول انه التجار الوسطاء اللي هن عمال مش عم يرخصوا الانتاج لحتى يصير في استهلاك عليه، هيدي مش مشكله المزارع. ارخص كيلو تفاح 3500 4000، يعني اذا كان 3000 بكون لا لا لا، فيما تفاح عم ينباع ب 1005 و2000 السنه. وين عم ينباع؟ فيما بكل المناطق اللبنانيه، بس في يمكن بعض المحلات التجاريه اللي هي معتبره حالها انها هي دليكس يعني مثلا عمل بتبيع يمكن هذه الاسعار المرتفعه، بس هلا كيلو التفاح اكثر كيلو تفاح ب 2500. انا بوعدك رح نعمل جوله، انا بوعدك رح نعمل بجوله بعد كم يوم على اسواق الجمله والمفرق لحتى نشوف يعني حقيقة من هو المسؤول يعني عن هالدورة المفترض كلنا سوا انه نرفع الضغط عنه. صحيح استاذ، الاولى التفاح جديد، انا عملت جولة بالاسواق، التفاح الجديد اللي هلا عم ينقطف لانه في نوع من التفاح بلشوا يقطفوه هلا، بس هذا كميات قليلة، هلا عم يتحكموا باسعار التجار مش المزارعين. اللي عم ياخذوا الانتاج عم يتحكموا باسعاره، والوسطاء يعني عبي المزارع لسوق الخضار، من الخضار للتاجر، للتاجر للدكانجي، هاي اللي عمال بتغلي الاسعار، بس هيدي بمرحله مؤقته، يعني هلا بس يبلش الانتاج كميه التفاح بين 15 ايب وبتطالع، يعني معناته الانتاج بده يصير فيه بده تنزل اسعاره، لانه ما في تصريف له للخارج، بدها تنزل اسعاره بالداخل، بس هذا مش حل، حتى لو المواطن اللبناني اشترى باسعار اقل. تبقى المشكلة هي مشكلة عدم تصريف منتجاتنا الزراعية، يعني القطاع الزراعي عم يدهور، المزارعين عمال بتلحقهم عم يتكبدوا خسائر فادحة واضح، والزراعة عمال تتقهقر تدريجيا، إلى أين يصل؟ والزراعة نحن بنعرف أنه في 42% من الشعب اللبناني مستقطبهم القطاع الزراعي، في عنا الزراعة تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، نعم، يعني بتأمن على الأقل 12% من الدخل الوطني، إذا هذا الدعم بده ينهار يعني عم نساعد نحن عم نكون على انهيار الاقتصاد اللبناني بكامله. من هون عم نقول نحن أنه من المفروض على الحكومة اللبنانية أن تتخذ الإجراءات والتدابير التي تؤمن تصريف المنتجات اللبنانية بأوقاتها، وتقدم المساعدات للمزارعين عبر إنشاء مؤسسة تسليف زراعي، وتعطي القروض الزراعية للمزارعين حتى ليتمكنوا أنهم يوقفوا على جاير ويظلوا قادرين يعملوا أرضهم ويصلوا بمناطقهم، لأنه هذا الإهمال عمل بيسبب هجرة المواطنين اللبنانيين من الأرياف ما عادت إلى مدينة بيروت فقط، إلى دول العالم، وهيدي خسارة من جميع النواحي نحن عمل من وجهها بلبنان. أنا بدي أشكرك نقيب فؤاد نصر رئيس نقابة مزارعي التفاح والأشجار المثمرة في لبنان، أهلا وسهلا فيك. خليلي إياك نحن أستاذ الأولى يعني بنتمنى أنه التلفزيون لبنان يعني دايما يعني معنا، عمل بيكون سباق وعمل بي تسلم عم يهتم بهذه القضايا، بس نحن من يعني بنتمنى انه الدوله اللبنانيه، الحكومه اللبنانيه إن شاء الله. إن شاء الله بكامل اعضائها تهتم وتتخلى عن الصراعات السياسيه والمماحكات السياسيه بين شكرا أفراد. لك نقيب اهلا وسهلا، لانه الاقتصاد اللبناني اهم والشعب اللبناني مصلحته اهم. اذا اصدقائي رح نتابع معكم مشاكل وحلول بعد هذا الفاصل. إذن أصدقائي بنرجع لحتى نتابع معكم مشاكل وحلول. بالواقع يلي عم ينحكى عن القطاع الزراعي يستلزم كل إجراءات المواكبة والمتابعة، لأنه نحن وقت يلي بنحكي عن المزروعات بنقول مفترض أن يكون ريها سليم ونظيف وخالي من أي ملوثات أو ترسبات كيميائية أو زراعية. اللي رح نشوفه هلأ وهذه الشكوى هي قيد المتابعة باستمرار حتى توصل إلى حل حالي إنجاز التعبير، وهي أسباب التلوث بنهر الليطاني. مع الروبورتاج نوصل لختام حلقتنا، إن الله راد بكرة نلتقي بحلقة جديدة، إلى اللقاء. النهر مش بس يعني أهل بلدنا بينزلوا على النهر، هو معظم القرى القريبة من عنا،
هذا النهر مثل ما شفته الحقيقه اذا بس بحب هيك على الصوره هون، يعني يفترض يكون ميه النهر بهيدي النقاوه هون، هذا النبع واصبحت ميه النهر بهذا الشكل. نحن عملنا اكثر، يعني هذا التلوث اللي بسبب هذا النهر هو ضرر لناسنا، ضرر لأطفالنا، بيسبب مرض لأطفالنا، مما بيسبب يمكن مرض للمجتمع كله حقيقة. الموضوع مش بس موضوع اقتصادي، الموضوع هو موضوع صحي، موضوع بيئي. نحن أكيد أخذنا أكثر من خطوة، رفعنا شكوى لسعادة المحافظة النبطية، عملنا أكثر من إخبار بأكثر من مكان، كمان عم نجهز ملف كامل، ونحن عملنا تيست للماي، اختبار للمي وزرع، ورح تطلع نتيجته نهار التنين الصبح، بيعطينا بالضبط نسب التلوث وأسباب التلوث، يعني مرامل، صرف صحي، إلى آخره، كل هالتفاصيل الموجودة هون. فنحن عم نحضر ملف كامل، عم نتابع مع ساعات المحافظ، عم نتابع مع معظم الدوائر المعنية والدوائر الرسمية للمحافظة على الحد الأدنى من نظافة النهر وللوصول إلى أقل نسبة تلوث بتسمح للناس ارتياد النهر، النهر أو السباحة بالنهر، وكل أكيد يعني المحافظة على النهر بشكل عام. في دوائر معنية رسمية، نحن ما عندنا صلاحية إنه ننزل ننظف النهر، أو ما عندنا صلاحية نروح على المرملة نجي نقول لهم سكروا، إن كان بالتمني أو إن كان بالقوة، لأنه هذا الموضوع بتصور الدولة عندها سلطة على هذا الموضوع، أو إذا في أي حدا عنده صرف صحي على هذا النهر كمان ما عندنا سلطة. نحن واجبنا نضوي على هذه النقطة إنه التلوث جاي جزء منه من المرامل وجزء منه من الصرف الصحي الموجود ببعض القرى، فنحن وجبنا أنه نضوي، ورحنا لأبعد من هيك مثل ما قلت لك أنه موضوع الاختبار والزرع للمي لحتى نشوف نسب التلوث، لحتى نشوف من وين جاي التلوث، لحتى يستندوا عليه كل المؤسسات الرسمية المعنية لمنع التلوث، تلوث النهر هلأ وبالمستقبل. من عدة جوانب ضووا على المسألة، منها تستفيد الناس وبتتحسن أوضاعهم، ومنها بتضر الناس وأوضاعهم بسبب الشيء اللي عم بيصيروه. مظبوط في تلوث، هلا بعض المرامل اللي سكروها فادت، تلوث بيعطيك لون للمي، الرمل ما بيلوث، ما نحن عم نقعد بالرمل ونلعب بالرمل. اللي بيلوث هو البقايا اللي بيكبوها بالمياه، الصرف الصحي ببعض القرى اللي ما بدناش نسميها، الدولة معنية بأمرها تكشفها. ضووا عليها المسألة، ما بننفي انه ايه اثر علينا هذا الشيء، والناس اليوم تسعى لصحتها قبل لتكيف حالها يعني. فنحن عم نتأمل خير ان شاء الله، انه في كتير معنيين بالامر عم بيحاولوا يبلشوا يشتغلوا على الموضوع، بس بنتمنى ما تكون الموضوع مصالح، يعني كل واحد عم بيشد لإله، بنتمنى يكون المصلحة العامة بتبلش من رأس النبع لآخر النهر، يعني من اليموني للبحر بما يخص نهر الليطاني والبحيرة، بحيرة القرعون. هلا إذا بدها تبين مصالح القصة مثل ما عودونا بلبنان، كل من بشد لإله، في ناس حتتضرر وناس حتستفيد، ونحن نتمنى أنه بشكل عام تتحسن هاي المنطقة وتصير بيئية بامتياز، ونطلب من المعنيين بالأمر القيمين بجنوب على القليلة يصنفوا نهر الليطاني بمشروع سياحي، ما يضل منطقة زراعية يزرع تبغ. هذا الشيء ما حدا عم ينتبه له، عم نلتهي بالتلوث وعم نلتهي بأمور تانية، بس الأساس يصنفوه للجنوب بشكل عام بنهره ومناظره، وانتو حتشوفوا بعينكم بمنطقة سياحية مؤازرة يا خيي أو مواساة بالغير، يعني ما لناش نحن نجي نسميها طائفيا، بس مبين في مناطق مش منيحة مثل نهر الليطان ومش حلوة، بس لأنه القيمين عليها عاملينها جنة. طبعا نحن هون بلد المقاومة وبلد التضحية وبلد العطاء، نرجع يا خشير نطلع بعينينا ما عندنا شيء ينقذ الناس اللي صمدت بها الجنوب، هذا حرام. هذا النهر الليطاني تعلمنا انه هو اكبر نهر بلبنان، وعنده مورد مائي ضخم، وكان تسقى منه كل المناطق المحيطة فيه واللي بيمرق فيها، وزوطر هي من هالبلاد اللي بيمرق فيها. نحن بال2000 بالتعاون مع مجلس الجنوب عملنا طريق توصل على نهر الليطاني اللي كان نهر، يعني أنا محل ما هلأ واقف هون كنت ما فيك توقف هون من ضغط المي وقوتها. هلأ اليوم النهر هيدي ساقية
مش مي من الينابيع، ما بعرف اما هيدي مي ناتجه عن مياه صرف صحي وملوثه ايضا من بقايا الرمول اللي عم تغسل فيها بمناطق تانية دولة اخبر وين. ولما فتحنا هيدي الطريق عدد كبير من الاستراحات انعملت باراضيهم المملوكه شرعا وقانونا، وكان مورد لعيالهم ولا العمال اللي كانوا يجوا على المطاعم اللي هون والاستراحات. اليوم هيدي كلها معطله بفعل اول شيء المي صارت مثل ما انك شايف هي سائية. هيدي بالنسبه لنهر الليطاني اللي عشنا حده ومعه على 50-60 سنه واكثر، اليوم صافة سائية، الحياة ممنوعة فيه أو ما بتقدر تعيش فيه. السمك اللي كان نتصيده ما عادش فيه له أثر هون، وبالتالي يعني نحن هون الناس اللي عايشة بهالمنطقة تتساءل يا ترى الدولة عندها خبر وين راحت هالمي؟ هيدا النهر الجنوبا اللي ممتد من جسر الخلدلي ليوصل للبحر كله ملوث، كله ملوث نتيجة إهمال الدولة، نتيجة تلوث الدولة وفساد الدولة. أنا ما بيهمني شو في بالنهر هلأ، في مجرير، في تلوث، في رمول، شو في وحول، ما بيهمني هو. أنا اللي بيهمني إنه هيدي الدولة وين هي؟ إذا مش محافظة على أهم يعني مصدر إذا بدك غنى عندها. نحن كانوا يقولوا عنه إنه عندنا بترول، هذا البترول صار عن جد مجرير، هو الماي هي بترول. هلأ الماي أغلى من النفط، وين هي دولتنا نتيجة تحافظ على هذا النهر؟ لدفعنا إذا بدك ندفع حقه دم. مطلوب من الدولة أولا إن تعمل سياسة بيئية لتحافظ على هذا النهر، مطلوب من البلديات إن يعني توضع سياسة ردع لكل اللي عم بيحاول يلوش هذا النهر، ما حدا بينزل عليه. يعني أنت هيك شايف المنظر، يعني مش نهر، هذا مجرور وماشي مثل ما هو مجرور وماشي. نتأمل منكم وهالدولة الكريمة والبلديات الكريمة إنه يعني تنظر فينا بالنسبة للنهر وهالصرف الصحي على وهالمرامل، يعني تاخذوا بعين الاعتبار لانه شغلنا وقف وما حدا عم يجي على النهر، لانه عطول بالاخبار النهر 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 النهر، والدوله عم تحكي ومش عم بتفعل ولا عم بتنفذ، او تكلف البلديات او هي حضر الجنب انه هالوزير الماء والكهرباء ينظر بهذا الامر. انا الي من 78 هون، يعني من وقت البي اسس هذا المنتزة نحن هذا النهر نوعة انه هذا النهر كنا نشرب منه، كل الكرة كانت تعبي منه. صارت المرامل لما فتحوها فوق والقصارات، كل الرواسب، كل المجارير، كل شيء عم يجي بقلب النهر. هلا هيدا مثلا هون في سد، هيدا السد بده يكون عمله مواصفات، هيدا مسؤول عنه مصلحة الليطاني. مصلحة الليطاني من وقت الاحداث لحديت هلا ما عادش اجت طلت عليه ولا شو، ونحن على نفقتنا الخاصة عم نعمله، بس هيدا بده ينعمل له فتحات. إذا ما نعمل له فتحات بضل مثل ما شفت هلا هيدا الصن والوحل والرواسب، يعني هيدا مصدر رزقنا نحن. طالب الدولة والمسؤولين ووزارة الطاقة ومصلحة المياه ومصلحة الليطاني إنه يطلعوا وشوفوا شو بدهم يعمل. هلا كان امبارح معنا نحن لقاء مع رئيس بلدية قاعة الجسر، كله ذوق ومندفع وجاي، يعني أول ما طلع مصلحة النهر، لأنه بهمه مصلحة العالم وأرزاق الناس. فقال هو انه انا مستعد اعمل اتصالاتي واعمل مع القوى الامنية مع المعني بالموضوع انه نجي نعالج هذه المسألة، يعني بدها تتعالج من فوق من راس النبع، مش من على صعيد شخصي.